قبل النزول وقبل المشاركة في هذه اللحظات. يعني هناك كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وهنا دفع كان أولا من إبرة ثم بعد ذلك يعني التحام وسقوط مع بيافا. شوف الإعادة، شوف إبرة، شوف إبرة يحضر للكرة كده بدراعه، يجهز لنفسه في المساحة، لكن بيافا حتى الآن عامل مباراة طيبة. حتى الآن بيافا كان بيلعب كاسانو، وادي كاسانو لإبرة، وإبرة يحط جسمه حلو قوي، إبرة يحاول التوغل، إبرة تخدمه الكرة تعود إلى روبينيو، روبينيو روبينيو، لكن يطلعها من على خط المرمى، يطلعها اللاعب بيافا، كرة من روبينيو، كرة من روبينيو ولكن إلى خارج الملعب. لكن أمامنا، أدي أمامنا، شوف الضغط واستخلاص الكرة، ودياس يبرر بالخطأ، تذهب إلى اللاعب أمامنا، هو تعدي من موسيليرا، ولكن يعني بيافا في المكان والزمان المناسب ويبعد كوره. يعني في الدقيقه 65 هنا عندنا بنتابع ابره، خلص كوره حلوه قوي، ابره ابره لدور مهم، يعدي ابره من بيافا، يلعب كره ارضيه، ولكن امامنا التغطيه الدفاعيه من جانب اللاعب هرنانديز. ابره يتحرك، وبالفعل الميلان في حاله يعني من افضل اللحظات لي في هذه المباراه. ادي كره ابره الارضيه الى انطونيو كاسانو، كاسانو يبحث عن الكره الارضيه الى ابره، ابره استلام والتسديد، وامان ويلسون يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا امان ويلسون، عايز ايه اكتر من كده؟ على قدمك اليسرى وفي مكان وفي يعني بقعه، شوف شوف امامنا اللاعب ابره، شوط ثاني ابره اتحرك، فتح المساحات لزملائه، لم يستفد نادي الميلان من امكانيات اللاعب ابره شوط ثاني. ادي امامنا ابره، كوره في القائم اليمين ثم القائم الايسر ولم تتجاوز الخط، مهمه يلعب على طول الى اودو، اودو الكرات العرضيه، هل تظبط المره دي؟ ولكن دائما وابدا هذا اللاعب المتالق دياس لابد ان يبتسم، هذا اللاعب البرازيلي القادم من ساو باولو لابد ان يبتسم، الكره حائره وكاسانو وصراع وسقوط ومطالبه بركله جزاء وتذهب الى ابره، ولكن ابره ابراهيموفيتش ضيع كوره غريبه جدا، كان في عام 89 للاتسيو على فريق الميلان، لكن في روما كان 98، ده الكلام ده في الدوري، لكن في كاس قلت لحضراتكم في 2008 2009 كان 2-1 لنادي لاتسيو بعد ما لعبوا وقت اضافي. ادي امامنا كره روبينيو، وادي امامنا تحركات ابره، والكره المبرره حلوه جدا من جانب اللاعب ابره، لكن مسانده متاخره جدا من الفرنسي فلاميني. امام انتصار، 4 تعادلات 6 هزائم، خارج ملعبه فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر في 4 لقاءات. يعني شوف النهارده بقى المواجهه ما بين هجوم الميلان ودفاع فريق لاتسيو. هنا امامنا اللاعب ابره، روبينيو الى ابره، شوف الكوره والتمريرات اللي مساحات الضيقه ملعوبه حلوه قوي لابره، ابره الاستلام يفرق، لكن حصار ولينيسما على طول يخلص كوره، وفارق في الامكانات لصالح فريق الميلان، لكن هو اليوم يطمح ان يكون فريقه في افضل حالاته كما كان كثيره جدا. هنا امامنا الكره طلب على طول، ادي امامنا الحصار، ترجع الكره فلاميني، اصطادها اصطادها ابره وترتطم في بيافا وتتحول، وكادت ان تكون هذه الكره هي هدف اللقاء الاول. ادي امامنا تياجو سيلفا ليس بالتمريرات المره دي بقى اتظبطت الى ابره، الاستلام يفرق، يبحث عن المسانده، عبا حلوه حلوه حلوه، ولكن ايمان ويلسون امامنا لسه بيبحث عن اول اهدافه في الدوري الايطالي، يضيع اجمل كوره في اللقاء من جانب فريق نادي الميلان عندما مرر اخيرا تياجو سيلفا ولعب دوره كصانع العاب. وادي امامنا ابره بقى المره دي، الكرات الحلوه من ابره، ولكن ايمان ويلسون ياخدها كده من الطوليه، باتو، سرعه باتو لاول مره ينطلق، اتركها لابره، وادي ابره اول اهداف اللقاء، مش ممكن مش ممكن، الكره في القائم اليمين ثم في القائم الشمال، قلنا اول اهداف اللقاء، لان عندما تاتي لابره مثل هذه الكرات، شوف امامنا، شوف باتو تركها الى ابره، وابره حط كره حلوه حلوه، الكره بتمشي ايه؟ كره بتمشي لكن لم تتجاوز خط المرمى، فرصه هدف ترتطم في القائم اليمين ثم في القائم الايسر، كوره بقى بين شوف امامنا الكوره اللي كانت ما بين باتو وابره، وادي ابره سدت كوره حلوه قوي، الكوره الحقيقه يعني هي شكلها هدف لكن ترتطم في القائم الايمن ثم في القائم الايسر. وادي امامنا هنا الميلان يقترب كثيرا وقد يسجل في هذه اللحظات، ولكن امامنا بيضيع فلاميني امامنا فرصه كبيره جدا، روبينيو هنا امامنا المساحات والانطلاقات، التمريره حلوه قوي الى اللاعب ابره، يملك الحلول، يملك القدره على المرور، يا سلام يا سلام على ابره، يا سلام على ابره مع اللاعب دياس، ويضيع ابره فرصه، لكن شوف الظهور بقى، شوف المهاره، شوف التحركات لما بتظهر، وادي امامنا عدى بسهوله جدا بسهوله جدا، كاد ان يعني يسجل ابره بعد ما ارتطمت الكره في القائمين الايسر والايمن. وادي امامنا كره فلاميني اللي كنت يعني لسه بقول لحضراتكم منذ لحظات، ولكن ابره
هو